السلام عليكم، عيدكم مبروك. البارح كان عيد واليوم غادي نحتفلوا بعيد واحد اخر، لكن هاد العيد اللي غادي نحتفلوا بيه هاد النهار هذا واللي هو عيد عنده واحد هو واحد المناسبة. عيد العرش كيكون منين؟ كيسالي واحد الملك حالي كيسالي الحكم ديالو، فكينادي على ياش؟ على الملكية، اي اما الابن ديالو او لا شي حد اللي من العائلة ديالو اللي كيورث حتى هو العرش، كيورث الوصية ديال الملك ديال الملك، كيورث الوصية ديال الملك. فكما عرفنا ان سيدنا سيدنا سليمان عليه السلام وداود من خمسة ديال الأنبياء، من 25 نبي إلى خمسة فيهم تولوا الحكم، هو واحد من هاد الخمسة، هما جوج من هاد الخمسة اللي تولوا الملك. فقال الله عز وجل قال وورث سليمان داود. وهنا الأرث أي أنه شي حد خدا كل ما كيملك، هو كل ما كيملك الإنسان، الارث هو كل ما كيملك الانسان، يعني تخدم واحد الشخص وتعطى لشخص اخر. فبالتالي كبحال مثلا خلنا الله عز وجل قال داود اخذ كل ما يملكه سليمان، ورث كل ما يملكه سليمان، انه اخذ كل ما يرث ما عند سليمان من ملك حتى العرش ديالو. ومن هنا بدا النظام الملكي الملكي الوراثي. هذا النظام اللي اعتمدت عليه مجموعة من البلدان من بينها المملكة السعودية والمغرب كبلد. من نهار اللي وصلت الوصية للإسلام أو للوصية المحمدية وهو كيجدد كل سنة عهد البيع على رابطة جمع العرش والشعب، أي الوفاء والولاء بالشعب لأمير المؤمنين والإخلاص له بالسمع والطاعة جميع الظروف ديال الحياة، سواء في اليسر أو للعسر، المحبة الكره. إذا في جميع الظروف ديال الحياة كيبقى على الشعب أنه يوفي لأمير المؤمنين. إضافة لهذا الشيء هذا اللي قال الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. كذلك قوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في المقابل شنو خص على الشخص لأنه كيبايعوه الشعب أو لا كيبايعوا الرعية ديالو، خصو يقتضي بالرسول صلى الله عليه وسلم بالحكم بين الناس بالحق، بين جميع الناس بالحق. وباش نفهموا اكثر شنو هي البيعه ونكونوا على علم بالبيعه، البيعه هي التزام بالطاعه والتعهد بها لله والرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فالبيعه هي ميثاق وترابط ما بين الراعي اللي هو العرش او لا الملك والرعيه ديالو اللي هما الشعب، واللي كيكون الاساس ديالها مبني على الكتاب والسنه. وفي المغرب كانت البيعه خدات واحد المجرى عبر التاريخ منذ المولى ادريس الاول سنه 192 هجريه، حيث انه هو البلد الوحيد اللي حافظ على البيعة من بين كل الأقطار الإسلامية وجعلها أساس للملك والخلافة ونظام الحكم في الإسلام. هذه شي أيام وفي هذا الشهر المبارك كنت خديت جريدة الاتحاد الاشتراكي اللي كانت مشتركة في المقال. هذا المقال اللي أخدا لهم أصلا أربعة ديال الأعداد، أربعة ديال المقالات او لا اربعه ديال الاجزاء اللي خدنهم، اربعه ديال الاجزاء الرابع والخامس والسادس. هذا المقال اللي قال فيه كان نهار السبت والحد اللي تنشر هذا في الويكاند
12/13/2014 واللي كانت فيه المخططات المغاربة الخلافة الإسلامية في العراق لتفجير الأوضاع. هددوا جلالة الملك وبشروا بالخلافة في المغرب واستنفروا المخابرات المغربية والدولية. كيقول لك الأهداف كانت هي مطارات المملكة، الموانئ، محطات التزويد بالكهرباء والماء، مصادر الطاقة، والبعثات الدبلوماسية. هادشي علاش بغيت نقول للشباب المغربي اللي شافني دابا او اللي هضر او اللي قرا هاد المقال هذا، كشباب واعي اللي عنده ثقافة، عنده علم، عنده حب لهاد الوطن، كيتشبت بالملك ديالو يحمي بلادو. حيت والله السلم اللي كنعيشوه ما هو الا فضل الله علينا بالملكية الوراثية.